قلبت باباك ومامتك قبل كده؟ هو الصراحه هم اللي بيقلبوني. قلبتهم مثلا لو في درس مثلا ب 35 30 كنت ممكن اخدهم عادي وممكن ما اروحش الدرس. كانت العربيه بتاعتي اتخبطت مره بس خدتها على اساس ان هو ايه، خدت فلوس من جيبه على اساس ان انا اصلحها، ولا صلحت العربيه، فضلت مركونه حبه حلوين يعني. بص، اول حاجه في فلوس، ثاني حاجه سرقت حاجات من البيت. الصراحه يعني قلبتهم في فلوس بقى فضيه بقى الكلام دوت، ده اقل حاجه وانا عيل صغير، لكن بقى دروس الكلام ده شغال يعني. 20ايه 50ايه كده يعني. قلبتهم مره في فلوس المطالبات بتاعت ماما، مره مفتاح العربيه بتاعت بابا قلبتها هو مش واخد باله كده، خدت مفتاح منه العربيه. كتير والله يعني، مش عارف اقول لهم ايه والله العظيم. ده كفايه الثانويه العامه يا جدع، والله العظيم لو يعني ده لو كنت حوشت فلوس كان زماني جايب 128 حمرة. دروس الثانوية العامة وكتب الجامعة، يعني كتب الجامعة أنا واخد 700 جنيه أصلاً، كتب كلها ب 200 وما جبتهمش. يا كتير قوي. يعني لو رحنا دروس بتاع 90% من الدروس اللي بنروحها بتبقى في البلاي ستيشن. ممكن أخدهم أروح أقعد بيهم على القهوة، أروح البلاي ستيشن مع أصحابي، بس ده اللي كان بيحصل يعني. تبقى الليلة خمرة ونستاهل. يعني مثلاً بكون جاي من الشغل مثلاً، أو أحياناً لما كنت بشتغل فمثلاً أحط المحفظة الاقي مثلا امي خدت منها مثلا 20 جنيه 50 جنيه كده، بلطجه بقى. عشان مخدرات، عشان اسهر، بس هي حاجه رقم 1 يعني، حاجه اساسيه عشان الدراجز.